عسلامة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله مش نعمل مع بعضنا كيكة بالشوكولا مختلفة على بقية الكيكات الشوكولا اللي قدمتها لكم في السابق. لهنا المكونات بتاعنا مش نعتمد 3 بيضات، ملعقة اكل نسكافيه، زوز ملاعق اكل كاكاو مر، كوب ونص. خذيت الكوب هذي كيلت حكرت به، خذيت كوب ونص دقيق ابيض، باكو سكر فانيليا، باكو خميرة، كوب سكر، ثلثي كوب حليب، نص كوب زيت. نطلقوا على بركة الله. المرحلة الأولى باش نضيفوا السكر البيض، نضيفوا السكر الفانيليا، نركضوه. باش نضيفوا الحليب، الزيت، نخلطه. باش نضيف الكاكاو، عفوا النسكافيه، الكاكاو، الفارينة، وخميرة الحلويات. يضم لهنا عندي 10 غرامات. مفيد الكوب اللي مش تكيلوا بيه، نكيلوا بيه جميع المكونات نتاعنا. الفرن نتاعي عندي تقريبا 10 دقائق من اللي حطيته يسخن. لهنا المكونات هذيا امتزجت. خذيت طبق البيريكس نتاعنا هذيا للحجم الكبير، مش نسكب تو الخليط، بسم الله، مش ندخلها للفرن على 180 درجه مده 25 دقيقه، ونتعداو في الاثناء نطيبوا الكريمه اللي مش نضيفها فوق الكيكه نتاعنا. لهنا للكريمه خديت المكونات هذيا: 1 لتر حليب، كوب سكر، 7 ملاعق اكل فارينة، 4 ملاعق اكل كاكاو مر. لهنا خديت 60 غرام شوكولا، وملعقه زبده، هذه حوالي 12 غرام زبده. باش نخلط المكونات هذيا الكل مع بعضها. بسم الله، باش نضيفوا السكر، فرينة، بسم الله، الكاكاو. نخلط المكونات هذيا الكل مع بعضها، بعد باش نشعل على الموقد. بعد ما امتزجت المكونات باش نشعل توا على الموقد، ونستمر في التحريك حتى لين تقعد الكريمة نتاعنا. كيما تشوفوا الكريمة نتاعنا تقعدت. في المرحلة هذه باش نضيف الزبدة، نخلط. بعد ما ذابت الزبدة باش نضيف الشوكولا، نخلط باش نطفي على الموقد وما مش يذوب بطبيعته بالحرارة. باش نحولها تويكا في صحفة بهذا الشكل. نغطيها بهذا الشكل، نخليها ترتاح شوية. الكيكة نتاعنا كيما تشوفوا طابت. لهنا خديت كوب حليب بسعة 200 مللتر، باش نسكبو فوق منها بهذا الشكل. نخليها زوز دقايق ونتعداو المرحلة الموالية. لهنا توا باش ناخذ الكريمة نتاعنا، بسم الله، باش نحركها شوية، باش نسكبوها تويكا فوق الكيكة نتاعنا، بسم الله، نسويها. وأخيرا باش نضيف الكاكاو المر فوق منها بهذا الشكل.
ومش حتى ترتاح شوية ما بين بردة في الحرارة الطبيعية. من بعد ما تبرد شوي وانا مش ندخلها للثلاجة مدة سوية من زمان هكيكا ونرجع نقصوها ان شاء الله. هذه الكيكة متاعنا بعد ما حطيتها تقريبا ساعة في الثلاجة مش نقصها حاليا. شوفوها بسم الله. نقصها هكيا وكي مش نعود نمرر السكينة نمسحها قبل. هذه الكيكة متاعنا هي نشوفوا نصفة رائعة برشا. هذه كانت وصفتنا لليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. نصحكم باش تجربوها وشي طيبة. وإلى اللقاء ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. باي باي.